شهد التاريخ على إبداعه من خمسينيات القرن الماضي، غنت كلماته أجمل أصوات العالم العربي بدءاً من جارة القمر فيروز. هو ابن بعلبك التاريخ والشرف اللي تغنى بطبيعتها وبجمالها. ضيف اليوم هو الشاعر الكبير طلال حيدر. مساء الخير أستاذ طلال. أهلا وسهلا فيك. احنا اليوم متشرفين ان تكون ضيفنا اليوم وتخصنا بهذا اللقاء. أهلا فيكم. هل هاي أول يعني طبعا احنا اليوم حضرتك موجود بالعراق على صدد مشاركتك بمهرجان بابل للثقافة والفنون اللي يديره الدكتور علي الشلاه، فأخذناك من المهرجان. هل هاي أول زيارة للعراق؟ أول زيارة بعد 50 سنة، كنت أتردد كثير على العراق، بس صار لي 50 سنة ما جيت. هذا اللي خليني امبارح أدور على المشقوف لذكرى الزمن الأول. أنا بحب بغداد بس تغيرت كثير، ما عادت المدينة اللي كنت بعرفها. وين كنت تروح قبل 50 سنة يعني بأول زياراتك؟ رحت الأرنة والناحية وخليج العرب على البصرة وكل العراق. لأنه تربطني صداقات أنا مع مظفر نواب، مع بدر شكر السياب، مع عبد الوهاب بيتي، حتى مع جواهري. أحمد صافي النجفي سكن عندي ببعلبك. والله شلون احكينا القصة؟ فكل فنانين، ضياء العزاوي أنا وياه بلندن، سعد الحديثي. فالعراق صدرت الفن العرب العربي. وأصدقائي الحقيقيين هن العراقي، بس تأسفت إنه بالمعرض امبارح، لا من يومين أنا افتتحت المعرض، كانوا كلهم معلقين بخيط، كلهم راحوا على الدنيا الثانية. ما بعرف أمتى بلحقهم. لا إن شاء الله بعد عمر طويل أستاذنا الكبير. أستاذ طلال، ليش إجيت هاي المرة؟ ليش قبلت الدعوة مال مهرجان بابل؟ وشلون كانت الندوة؟ أنا الحقيقة قبلت الدعوة شوقا إلى بغداد. إنه 50 سنة بدي أرجع أشوف بغداد بعد ما استلمها الشعب. هل يا ترى رجعت بغداد القديمة؟ بكفي إنه مظفر اللي حمل بغداد بقلبه وعاش بالغربة بالآخر إجا نام عم خدي من تراب بغداد وهو بطريقه لعبد الله. كان يتواصل وياك مظفر النواب بآخر أيامه؟ بأول وآخر وأوسط كل أيامه إجا لعندي بالثلج على بعلبك، أنا بإيطاليا معظم الوقت. سأل عني، قلت له مرتي بإيطاليا، كتب لي ورقة، طلال جئت فوجدتك. اشتقت له؟ اشتقيت لك كونك رفيته بالدموع والكلمات يعني؟ صديق الأمر. أنتوا حتى تتشابهون بالشكل بالمناسبة. نعم. بتتشابهوا بالشكل همين؟ بالروح. بالروح. طيب حكيت عن علاقات عميقة جمعتك بشعراء العراق اللي احنا نعتبرهم يعني قمم مثل الجواهري وغيرهم. احكي لنا شلون بدت هاي العلاقات واياهم كانت الاوطد بالنسبة لك؟ شوف، لانه كلهم كان بيروت محط رحال الفنانين العرب هربا من الانظمة الدكتاتورية اللي كانت سائدة في العالم العربي. فكلهم اجوا على بيروت، تعرفت عليهم من بيروت. بعدين مظفر رحت انا وياه المانيا، انا وياه بفرنسا، انا وياه ايران، انا وياه بسوريا. مظفر كان العلاقه الحميميه الاكثر. بدر اجى لعنا، بدر شاكر، كان يوسف الخال طلع خميس مجله شعر. فكنا نجتمع مع خميس مجله شعر، محمد المغوط، كثار. الجواهري. الجواهري اكبر منا بالعمر. ولكن هو من الكلاسيكيين الكذا، فكان يعني بيعرف اني انا مش ضد الشعر الكلاسيكي، بعتبره لزمن مضى. التقيت بيه وجه بوجه؟ نعم. التقيت بيه فيس تو فيس الجواهري؟ ايه طبعا دائما. وكان يحط نسميها اللوسي الطويل. العراس قالوا جلس الألوسي. نازك الملائكة تعتبر أيضا يعني طفرة شعرية بالعراق. لا، نحن تاريخنا
سابق. أنا عمي رستم حيدر كان وزير الملك فيصل الأول بالعراق، وزير المالية بالعراق، وقتل في الديوان نور السعيد بعد واحد أول سقطر الديوان. أوكي، يعني العلاقات وطيدة وعميقة. نحن أصلا جذور العائلة من العراق. والله أي لازم أي شاعر تطلع جذور عراقية. لا يبدو أنه العراق واضح فينا. صحيح. تستمع للجيل الحالي للأشعار الجديدة، القصائد الجديدة، أو خلاص أنتوا بعد جيلكم لم تظهر أجيال جديدة خصوصا عربيا مو عراقيا؟ شوف، دائما الكبير بيطوب الزمان اللي جاي باسمه. يعني بتيجي أم كلثوم بصير زمن أم كلثوم، بيطلع أصوات حلوة عميت سنة، بس الميت سنة اللي جايين لأم كلثوم تطلع فيروز، زمن فيروز. الكبير بيطوب الزمان اللي جاي باسمه. نحن جيلنا ما تركنهم فسحة للي طالعين هلأ، بعضهم عم يدوروا ما لقوا حالهم، بس اللي احنا مش آخر الزمان. نحن أنا مع اللي جايين ضدي، لأنه أنا ما بسكر باب الشعر. الشعر مفتوح وبده يجوا اللي أحسن منا ويكملوا الطريق بالزمن اللي نحن مش لكل الأزمنة. نحن اللي زمن يمتد، بعد ما بيمتد الزمان بعد ما بيطول عمرنا ولو بعد الموت، ولكن ما حدا بيملك الزمان إلا خالقه. اللي جايين بعدين هن اللي بدهم يكملوا الطريق المستقبل، بس إن شاء الله يجوا، لأن نحن هلأ بعصر الانحطاط. من أي ناحية عصر الانحطاط أستاذ؟ من أي ناحية عصر الانحطاط؟ وقت بيصير في انحطاط بالأخلاق وبالسياسة وبالاقتصاد والاجتماع، الفن شو قاعد بأوضة سرية بالحال انحطاط جميع مناحي الحياة. هذا عصر الانحطاط العربي برأيي. هل نعيش بفترة انحطاط فني أيضا؟ حتما، لأنه الفن مش مفصول عن الحياة. طيب، طبعا هاي السنة تحتفل بعيد ميلادك 86، طولة العمر يعني لحضرتك. احتفلت أصلا. حضرتك من هاي السنة 37 صحيح؟ 37 بأولها. بأول 37 ماشي. شنو الأمنيات لهاي السنة وللمستقبل لبلدك وإلك شخصيا؟ أني أكتب أحلى. ما زالت هاي الأمنية؟ هلأ ديوان عندي تحت الطابع بإيطاليا، وفي أربع قصايد بالديوان اللي بعده، يعني في ديوانين. كل هدفي بالدنيا، في كتار بالدنيا بيفرحوا، ليل بيفرحوا، أنا هدفي بالدنيا أخلق جمال بس. هل ما زال الجمهور العربي متعطش للشعر أو يحب الشعر؟ مع الأسف، مع الأسف. هذا زمن السمع البصري. الناس مع التلفزيون ومع التليفونات، لا بعد الكتاب هو يعني النافذة للمتعة العين. المتعة، نعم. صار سمعي بصري، الناس بيسمعوا وبيطلعوا تلفزيون أو بيشوفوا انترنت. أنا ما بعرف بكتب إذا ما الورقة قدامي والقلم. أكبر تحدي إلي الورقة البيضاء لحد السرير، بتقلي وبعدين ليش ما بتكتب؟ على هذا الطاري، حضرتك بعيد عن كل التكنولوجيا، يعني حتى تليفون ما تستخدم خليوي؟ لا، عندي تليفون العصر الحجري. اوف. شلون زين يعني؟ ليش ما مضطر لشو؟ بدي الو، والله ما بحب الحكي كثير على التليفون. طيب، يعني رغم انه حضرتك تكتب من عمر 17 سنه، الى انه حضرتك تكتب الشعر من عمر 17 سنه، 17. انا بكتب قبل ما اعرف الاملاء. شلون بلشت اكتب؟ عمري 6 سنين 7 سنين، بس كل اللي كتبته قبل قزقته وكبيته. انا قصدي انك تكتب من زمان، لكن منتوجك الادبي قليل جدا مقارنه بهاي السنوات. ما في قليل وكثير. الشعراء بيعتبروا كل ديوان هو مرحله، انا بعتبر كل قصيده مرحله. قصيده واحده بتاخذ مساحه زمان، مش الكمية، هجس الكمية اللي عند العرب بيوقعهم بالنسر. معظم ديوان الشعر العربي نسر مش شعر. كونه يوصف بالتفاصيل قصدك؟ يعتبر نثري كونه يوصف التفاصيل لا الصورة يعني؟ كل فكرة مموثقة هي نثر. شو الفرق بين النثر والشعر؟ ايه، اثنيناتهم مدمكوا الكلمة،
بالنثر الكلمة هدفها تقرب أكثر فأكثر فأكثر من الموصوف. عم تحكي عن شجرة، عن الطب، عن الفكر، عن الهندسة، يعني بدك تكون دقيق جدا وتقرب من الموصوف. بينما هدف الكلمة بالشعر نفس الكلمة، أن تبتعد أكثر فأكثر لتخلق الموصوف الذي لم يكن قبلك موجودا. يعني بس إذا بتقول شجرة، شجرة صنوبر، نسر، شجرة النوم، شعر، لا هو نوم ولا هي شجرة. أستاذ، نسمع عن شعراء يلهمهم البحر وتلهمهم الطبيعة، شنو الشيء اللي يلهمك للكتابة؟ كل واحد بيطلع شعره مش منه، بيكون عم يكتب عن الشعر. بدك تكتب من، يعني إذا عم تحكي عن طفل قتل بالحرب على باب مخبز، الفوتوغراف أحسن منك. بدك تكتب عن الطفل اللي قتل فيك. أوكي. الشعر بدك تكتب عن، ولذلك ما في الفكرة أو أنه شو بنكتب وشو ما بنكتب. بالآخر الشاعر بيكتب حاله. بيعرف الشاعر أحمد شوقي: والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. كلام فارغ. سيد عقل بيقول: والشعر قله الرنين الكون، قله صدى لكف ربك إذ طنت على الزمن. أنا بقول الشعر آخر الحرية. كل إنسان له وجه وقفة، إلا القصيدة ملأ واحد. ولذلك حدا واقف بوجهك أنت عم تكتب، آخر الحرية، حريتك. الشعر هو أنت، هو لغتك. يعني ما بتجيب لغة بتكتب شعر، بتكتب بصير في لغة. صحيح. طيب، بالحديث عن أعمالك الكثيرة، مستحيل ما نتكلم عن واحدة من أهم الأعمال، وهو تعاونك وعلاقتك اللي جمعتك بالسيدة فيروز. احكي لنا كيف بدأت هاي العلاقة اللي أنتجت 3 أغاني أشهرها وحد، هاي الأغنية اللي كلنا سمعناها. أنتجت كثير من الأغاني، شيء باسمي شيء مو باسمي شيء. هذا موضوع كبير. أول شيء فهمنا كيف تعرفت على فيروز. كنت بعدي تلميذ بطرابلس، وفي خميس مجلة شعر إجا عاصي منصور وفيروز حضروا. كنت عم أقول، بقول لي عاصي أنت شو بتشعر؟ قلت له بعدي تلميذ. قال لي بلا تلميذ، نحن مكتبنا بدار وتعا. قال فيروز، قالت لي غني، قلت له صوتي مش حلو. قال معقول اللي بيلقي شعر هيك صوته مش حلو؟ هيك كانت البداية. كيف عرضت علي أول أغنية مثلا؟ أول أغنية لحنا زياد وحدن، هي وحدن كانت. طيب، هاي الأغنية عليها، هيدي أغنية باسمي. أما بالأعمال في كتير. طيب، اذكر لنا 3 من هاي الأعمال. بدي سكوب 3 من الأعمال. واحدة ملحنة زياد، واحدة ملحنة في ليمون. بدي اسم الأغنية. يا راعي القصب مبحوح جاي عبالي شوقي، اسمها يا رايح. هاي من كتابتك؟ ايه. ليش نزلت باسمي انا؟ لا، موجود باسمك. اوكي اوكي. طيب، وحد عليها كثير من الجدل. حضرتك ذكرت انه انت كتبت هاي الاغنيه عن 3 فدائيين كانوا يمروا. شو ما بدهم الناس يفكروا، انا لا بكذب ولا بصدق. خلي اللي بده يفكر يفكر. بس انا حتى اكمل سؤالي، ناس قالوا انه هاي القصيده يعني نشرت لاول مره بملحق النهار. ما انت قلت، ناس قالوا، انا ما قلت. مو هسه اريد الناس يفهمون على شنو. انا ما بنفي ولا باكد. هل كانت كل واحد يفكر بده اياه. طيب، قلنا شنو قصه الاغنيه؟ انت احكي لنا قصه الاغنيه، شلون كتبتها؟ ما بحكي قصص الان. حكيتها مليون مره. لا ولا مره. حكيت انه 3 فدائيين ما صعب، هن حكوا الناس، هن قالوا، انا ما قلت. ما يصير نوضح الحقيقه اليوم؟ هن قالوا، انا ما قلت. يعني نريد نكشف لغز هاي الاغنيه. ما في حدا بيحكي قصه قصيده. قصيدة هي أنت. زين، هل صحيح أنه الشطر الثاني من الأغنية كتبها شاعر ثاني هو جوزيف حرب؟ كيف؟ جوزيف حرب هو اللي كتب الشطر الثاني من الأغنية؟ لا، أنا كنت بأبو ظبي، زياد بده يكمل. فرد، يعني أخذ أنا شو كاتب وكمل، مش ألف.
فرد من اللي أنا كاتبه. بس مو جوزيف حرب، زياد اللي عمله. زياد. طيب شنو رأيك اليوم اللي دا يصير بعائلة الرحباني، إنه نسمع إنه ريما يعني تمنع أغاني فيروز والمشاكل ببيت الرحباني هاي، تحس إنه تليق بالأسماء الكبيرة لعاصي وفيروز وغيرهم؟ شوف عاصي مات الله يرحمه، منصور مات. الحكي عن الميت ما بجوز إلا الرحمة كمسلمين. نعم. فيروز تلك أم مثل ما بيقولوا تلك أمة خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اللي راح راح، ما لا بدنا ننبش قبور لا بدنا ننبش مشاكل. المهم الله يطول عمر فيروز، ولكن بدك تنتبه الفنون تقسم إلى قسمين، في الفنون التنفيذية والفنون الإبداعية، يعني مثل الرقص اللي علاقة بالجسد. بتفنى مع الجسد، تكبر مع الجسد، تتعب مع الجسد. اللي ما لها علاقة بالجسد بتستمر الذهنية. الصوت له علاقة بالجسد لأنه هو طالع من الجسد. ما فيك أنت تغني ولو كوروزو، ما فيك تغني أنت عمرك 100 أم كلثوم، ما فيها تغني هي عمرها 80 76 مثل ما كان عمرها 18 و20. كل شيء له علاقة بالجسد بيكبر مع الجسد. اليوم وين الأغاني الوطنية؟ اليوم ما نسمع أغاني وطنية رغم إحنا نمر بأزمات. ما في وطن. صارت الأوطان. ما بدي أحكي سياسي. خلاص. زين طبعا مستحيل تكون معنا وما تسمعنا أنت بصوتك واحد كيعني شعرا. حتى لو مقطع واحد. وحدهم بيبقوا مثل زهر البيلسان، وحدهم بيقطفوا وراق الزمان، بيسكروا الغابة، بيضلهم مثل الشتي يدقوا على بوابي. يا زمان يا عشب داشر فوق هالحيطان، ضويت ورد الليل عكتابي، برج الحمام مسور وعالي، هج الحمام بقيت لحالي. يا ناطرين التل ما عاد بدكم ترجعوا، صرخ عليهم بالشتي يديد بلكي بيسمع. الله، من أحلى الكلمات وأحلى الأغاني. أستاذ، مديحك لبعض الساسة العرب بفترة من الفترات، يعني مدحت مثلا حافظ الأسد والملك سلمان مع حفظ الألقاب أو رفيق الحريري. المديح هذا لما شاعر يمدح زعيم أو رئيس، هل يمدحه بأحاسيس طالعة من داخله ومن قلبه أو لمصالح شخصية معينة؟ لا لا، يحفظ رأسه. أجبرت أنك تمدح سياسيين؟ بس الدكتاتور مستعد يفوت عليك على اوضة النوم يقول لك بدك تحافظ على حالك، يا بقصيدة يا بتملق يا بشي. كلنا دفعنا الذل ثمن الدكتاتورية اللي كانت حكم العالم العربي. احكي لي موقف مع زعيم عربي ما تنسى، بدون ما نذكر من هو الزعيم. مش موقف. ما في موقف. لخصت لك الفكرة كلها. بدك تحفظ رأسك، بدك تكون ذليل. كنت ذليل بفترة من الفترات، وإلا بدك تكون شهيد. أنا ماني أبضاي اللي عامل شهيد. تصريح قوي أستاذ. لا أنا بحب الحياة أكثر ما بحب الموت. شنو أحلى شيء بالحياة؟ اليوم شنو أحلى شيء بالحياة؟ السعادة. كل نهار ما بتفرح فيه اطرحه من عمرك. الجسم ما خلق للبنادول. جسم الله حط الروح في الجسد. هذا الجسد له واجبات، له متطلبات، له دوافع. بدك تعطي جسدك كل حقوقه بدون ما تتعدى على اجساد الاخرين. طيب نصيحة لعمر طويل وبسعادة وصحة. أكره شيء عندي النصيحة. ما بعمرك تنصح حدا. النصيحة يعني بدك تستنسخك على شكلتي. خليك مثل ما أنت. أنا أعظم شيء بالبشر إنه متميزين ومختلفين، مش مثل بعضهم. أوعى تنصح. أنا ما بحب اللي بينصحني. لا، إجا مرة واحد
خال مرتي عم ينصحني، قلت له بتموت عني؟ قال لا. قلت له كيف؟ اتركني اعيش حياتي، اذا بدك تسرق حياتي وتعيق وعيش مثلك موت عني. طيب استاذ، احنا ما نعرف كثير عن حياتك الشخصيه، يعني انت متزوج، عندك اولاد احفاد، احكي لنا عن هاي الحياه. متزوج، ولادي اطباء بايطاليا، واحد بروفيسور بالجامعه الامريكيه بيروت. مثل كل واحد بيتجوز بيجيب اولاده. بس الشاعر بالنهايه ولو تجوز ولو جاب اولاد ولو انا تجوزت كذا مره بحياتي. كم مره؟ أربعة خمس ست سبع مرات ما بتذكر. إيه كم مرة؟ ما بتذكر، من جنسيات مختلفة. أوكي. الشعر هشه الأساسي هو إنه الخلق والإبداع. طيب لما تكتب شيء رومانسي أو شيء يعني بعاطفة معينة، تتذكر واحدة من الزوجات أو حب أول أو شنو أول شيء يخطر على بالك؟ الذاكرة والنسيان. كان الوقت سهيان ما بباله حدا، مثل اللي قاعد على الهدى يتذكر النسيان. كل شيء بتتذكره، يعني ما كنت نسيانه اكيد، بيكون مخبى بغرف الذاكرة السوداء وطلع ساعة اللي بده. ما في شيء اسمه نسيان الا اللي بضل نسيان الى الابد. يا ريت انسى الى الابد كل شيء صار بالعالم العربي. الحب يجي مره لو مرتين لو كم مره بالعمر؟ نعم، كم مره الحب يجي بالعمر، الحب الحقيقي؟ انا بين حب وحب بكون شجره يابسه. بس يعني حبيت اكثر من مره. بضلك تحب لحتى انا هلا عمري 86 سنه. سالتني صديقه كان عمري 82، قد ايه عمرك؟ قلت لها جسمي عمره 82، انا شو قصدني؟ روحك قد ايه عمرها اليوم؟ لسه ما خلقت. جنون الشاعر لازم صفة أساسية تكون بي؟ الجنون عند الشعراء هل هاي صفة أساسية ولازمة؟ شوف الفرق بين، نختم بهيدي، الفرق بين المجنون والشاعر. المجنون بفوت على عالم بيصعقه بضل قاعد هونيك، الشاعر بفوت على ذات العالم بس بيطلع بيخبر شو شاف. هذا الفرق بين الشاعر والمجنون. صحيح. اوكي استاذ، بين مرسي الخليفه وبين صباح ووديع الصافي وميمه الخليل وماجد الرومي ونجوى كرم، اسماء كثيره حضرتك كتبت لهم وغنوا من اشعارك، برايك التعاون الانجح مع مين كان؟ كل واحد اخذ مني قصيده وغناها غناها حلو. ما فيك تقول انت وفايت على الشعر، ما فيك، ما بدك تغلب شكسبير، بدك تغلب حالك. بدك تفوت إضافة على مجرى الشعر. كل واحد فوت إضافته الجميلة على مجرى الشعر، لشو بدنا نفاضل؟ كل واحد بمجاله عمل إضافة جديدة بعالم الغناء. ممكن تكتب لفنانة موجودة اليوم أو فنان موجود اليوم؟ إذا عجبني صوته بجوز أكتب له. أنا سويعاتي بقول إيه وكثير وبضل هربان. مثلا يعجبك صوت منه من الجيل الحالي؟ يعجبك صوت منه من الجيل الحالي؟ لم يوجد احد في الجيل الحالي، طالما قلت لك الكبير بيطوب الزمان اللي جاي باسمه، نحن بزمن فيروز. اوكي. طبعا نورنا الشاعر الكبير طلال حيدر، كانت حلقه كلش مميزه. طبعا قرر انه يختم بالوقت اللي يريده ويطلع بالوقت اللي يريده، بس تمام، احنا هاي الدقائق اعتبرها بالفعل يعني دقائق تاريخيه ويقامه شعريه وادبيه كبيره مثله. شرفنا اليوم بالبرنامج. طبعا الحلقه ما انتهت لانه عندنا ايضا لقاء ثاني، لقاء خاص، وايضا تشرفت كلش انه اقدر احاور هذا الشخص، وبنفس المناسبه مناسبه مهرجان بابل، مع الكاتب والمفكر المصري الكبير يوسف زيدان. راح اشوفكم اللقاء اللي سويناه وياه، ولهنا تكون خلصت حلقتنا الخاصه جدا هاي والمميزه، واتمنى تكون نالت اعجابكم. انتظرونا في حلقه جايه الاسبوع الجاي، وتصبحون على الف خير.
الأستاذ الكبير الكاتب والمفكر والروائي يوسف زيدان. مساء الخير. أهلا وسهلا. طبعا شرفتنا اليوم The Night Shift وأنك خصيتنا بهذا الحوار الخاص، إحنا أكثر من سعداء. أهلا بك. أول شيء يعني هاي أول زيارة لبغداد والعراق أو لا؟ طبعا أول واحدة. لا. أوكي، شنو كانت الزيارات اللي صارت مسبقا؟ رحت هولير وفي أربيل وبغداد أكثر من مرة. يعني اليوم أنت رايح ومدعو إلى مهرجان باب للثقافة والفنون، هذا المهرجان العريق. مبدئيا من وجهة نظر يعني المؤرخ أو الباحث في التاريخ والروائي، شنو معنى بابل بالنسبة لك؟ بابل جزء طبعا من المكون العراقي العام. يعني أنا لا أفصل بين في وعيي بين السليمانية والموصل وبابل والكوفة وبغداد طبعا. هذا هو المكون العراقي الثري الغني المتنوع بأطيافه كلها. هذا يمثل في ذهني وحدة واحدة عميقة وعزيزة على القلب اسمها العراق. دائما تصريحات حضرتك مثيرة للجدل، سياسيا أو دينيا خصوصا أو عموما تاريخيا إذا نقدر نقول. هل اليوم العالم العربي بيئة خصبة لتقبل الآراء المختلفة من وجهة نظرك؟ أولا الجدل يعني أنت بتستعمله هنا بالمعنى العامي. الجدل هو بحسب التعريف يعني عبارة فلسفية تشير إلى حركة الذهن بين الأفكار، فإن كان ذلك هو المقصود فهذا لا بأس به، ولكن أنت تقصد أنه يثير الحفيظة أو يثير غضب الناس، يثير غضب أصحاب المصالح هناك في بلادنا كلها بلا استثناء ولكن بنسب مختلفة. هناك أصحاب مصالح في أن يبقى الحال متدهوراً، وهؤلاء أسميهم حراس التناحة، لأنه كلما كان الواقع جامداً متجمداً ميتاً كلما راجت تجارتهم، وهم يعني دون داعي يعني للإخفاء هم رجال الدين والسياسيين. هؤلاء يكرهون أي فكرة جديدة. أنت تقول أنت مثير للجدل، طيب أنا طرحت لك فكرة ما وذكرت مصادري فيها، طيب ابحث. جادلني؟ لا ما تجادلنيش، أنا ما بجادلش حد. ابحث فيها وأنت توصل إلى قناعة خاصة بيك وخلاص، ولا جدل ولا شيء. أنت عمرك يعني لن تجدني أبدا في جدال مع حد أو في مناظرة مع حد، أنا لا أفعل هذا. أنا أقول الرأي الذي أراه صواباً ثم أكتبه وينشر في كتاب أو في دراسة وفيها المصادر، فمن أراد أن يراجع فليراجع، ومن أراد أن يرفض فليرفض، صحيح، من أراد أن يقبل فليقبل. عزازيل من أنجح الروايات العربية يمكن بالآخر 30 أو 50 سنة. يعني سنة 2009 فازت الجائزة طبعا بجائزة البوكر للرواية العربية، وأثارت جدل واسع جدا واتهمت عدد من الاتهامات. يعني مثلا قيل إنها مسروقة من رواية إنجليزية انتشرت قبل أكثر من 140 سنة اسمها هيباتيا. شنو ردك على الموضوع؟ ما سمعت. لا ما عنديش رد. إذا كان البوكر جائزة إنجليزية ثم إنه بعد البوكر الرواية حصلت على جائزتين من إنجلترا، جائزة أنوبي لأفضل كتاب مترجم، فأي شخص معتوه يقول هذا الكلام إنها ما مش عارف مأخوذة من مؤلف إنجليزي، يعني الإنجليز أدرى بمن عنده. ليش هذه الرواية برزت لهذا الدرجة؟ ما رأيك يعني شنو برأيك المميز كان فيها؟ ليش شدت الناس؟ لا هذا سؤال تسأله القراء. يعني فيما يقرب من يعني عدة ملايين قرأوا الرواية بلغات مختلفة، الرواية مترجمة لحوالي 30 لغة يعني، ولكن بعض الناس في بلادنا من كثرة ما هم مهزومون هو لا يريد لأي شيء أن يصير ناجحا، فإذا نجحت الرواية أو الكتاب أو القصيدة لازم يسقط فهي مسروقة، وطبعا الناس لا تقرأ هذا ولا ذاك، فبالتالي
يعني يجد هؤلاء المرضى النفسيين متنفسا. هل ما زال العالم العربي يقرأ؟ طبعا بنسبة كبيرة؟ لا بنسبة يعني قابلة للزيادة، ولكن هو في هذه الفترات يقرأ أكثر مما كان يقرأ في من 30 سنة. دعمت الراحلة نوال السعداوي بأكثر من مرة، وقلت أنك تدعمها رغم اختلافك معها ببعض النقاط، شنو أبرز نقطة اختلاف بينكم؟ لا، هي كانت سيدة جليلة ومخلصة لأرائها، وبتحاول تغيير الواقع بقدر ما تستطيع، ولكن هي تصنف في التيار المسمى التيار النسوي أو الفيمينيزم. نعم. وأنا يعني لا أتوافق مع هذا التيار، على اعتبار أني أنظر إلى المرأة والرجل باعتبارهم يكونوا كيان واحد هو الإنسان، لا يمكن الفصل بينهم ولا النزاع. لا يجب لا الفصل ولا النزاع. طيب، عملت مديرا لمركز مخطوطات بالإسكندرية لفترة من الزمن، برأيك شنو أهم مخطوط وقع تحت إيدك؟ لا، هذا سؤال يعني كل مخطوط مهم. قصدي أهمية تمثل يعني بالنسبة لك كانت؟ لا، ولا هناك مثلا أقدم مخطوط أيا كان تاريخيا بالنسبة للإسكندرية أم بالنسبة لعموما؟ عموما خلينا. لا، أنا رأيت مخطوطات كثيرة قديمة. المصحف المنسوب لعثمان ابن عفان في طشقند رأيته ودرسته. لا، نسخ كثيرة جدا. هناك المخطوط الأجمل من حيث الخط، مثلا مصحف ابن البواب في شيستر بيتي، مكتبة شيستر بيتي في بريطانيا. نعم. لا، كثيرة يعني. السؤال عام جدا. نعم. قبل سنة أعلنت استقالتك عن اتحاد الكتاب المصريين عبر فيسبوك، وما يعني وضحت الأسباب ليش أعلنت الاستقالة وأنت أهم الكتاب. لا، هم جامعة إسرائيلية بعتت دعوة للاتحاد لكي ألقي مجموعة محاضرات هناك. اتهمت يعني بالتطبيع. لا، أنا لا دخل لي حتى الآن. يعني هم أرسلوا للدعوة للاتحاد، فمفروض الاتحاد يرفض أو يقبل. فإذا بي يريد أن يحقق معي، وهذا عيب كبير. فقلت لهم لا، في هذه الحالة المستقيل. وما زلت مستقيل؟ هم لم يقبلوا الاستقالة. طيب، ككاتب لمن تقرأ عربيا وعالميا؟ لا، كل ما يقع تحت يدي أقرأ. أي شيء؟ بأي مجال مثلا؟ بكل المجالات. كل المجالات. طيب، قبل حوالي سنتين سنة 2021 قدمت ندوة بمعرض بغداد الدولي للكتاب، حضرها عدد كبير، لكن لفتك تعليق أنه الندوة هاي صارت بنفس يوم حفلة محمد رمضان فنان مصري آخر في بغداد. أثار جدل الموضوع أنه حضر حفلته الآلاف، وحضر حفلتك أيضا يعني عدد لكن أقل، وحضرتك علقت بوقت تعليق، قلت أنه يعني مو الفنان هو اللي يقود الدولة أو يقود العالم، المثقف هو اللي يقودهم حتى لو كان عددهم قليل. هل تجوز هاي المقارنة بين فنان وكاتب؟ لا، يعني أنا لا، يعني لا أذكر هذا، إنما رأيي عموما إنه الذي يقود المجتمعات ليس الجماهير، ولكن الصفوة المفكرة والمثقفة والمتعلمة بشكل جيد. عن أزمة السودان علقت أنه دخل البلد بشقوق عميقة لا يمكن أنه يعني الشفاء منها. نعم. برأيك شنو ممكن يصير الحل لأزمة السودان؟ لا، هذا لا يعالج بهذه السرعة. المشاكل دي تعقدت في عشرات السنين، فلا تتوقع أن في ثواني يعني. ليش كنت متشائم أنه لن يتم حلها؟ لأن المؤشرات كلها ليست جيدة. ما رأيك بمصطلح العروبة؟ يعني ايه ما رايي العروبه، سياسه العروبه لدى بعض الزعماء العرب او لا الايديولوجيا يعني اللي طرحها عبد الناصر؟ نعم. نصب واحتيال. بالنسبه لك شنو العروبه؟ العروبه اللغه. ما يجمعنا الفكر. تؤمن بالمتنورين او بالجماعات العالم الجديد والماسونيه والى اخره او لا؟ لا داعي لهذا يعني. يعني يكفينا الهموم التي يعني نلمسها ونمسك بها وعلينا معالجتها. يعني نحن في غنى عن استجلاب المزيد من المشكلات إلينا. سؤالي الأخير، يعني
عدد كبير من المؤلفات وعدد كبير من الكتب، وكلها يعني دائما تثير جدل وتحقق نجاحات كبيرة. ما هو القادم بالنسبة لك، وأين يعني تطمح بإلقاء الندوة القادمة؟ خلينا نقول القادم في الكتب ولا في الندوات؟ الاثنين. لا، في الكتب في رواية ستصدر هذا الشهر عن ابن النفيس، وانتهيت مؤخرا من كتابة رواية معاصرة بعنوان الحصيد، والمحاضرات هذه يعني نشاط شبه أسبوعي في كل في أماكن كثيرة. كلمة أخيرة لكل مشاهديك الشباب العراق وكل العالم العربي. يعني انتبهوا على أنفسكم، لأن المخاطر كثيرة. صحيح أنها أقل من سنوات مضت، فلدينا فرصة أن ننهض. شكرا جزيلا للكاتب الكاتبي يوسف زيدان. شكرا جزيلا أستاذ.